أخبار الخمسة مباشرة من الإخبارية الجزائرية. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية بالعناوين. فواعل المجتمع المدني تدعو إلى تجسيد وتعزيز قيم المواطنة الفاعلة بالمشاركة القوية في التشريعيات. وشرفي يؤكد أن الاقتراع هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار وبناء دولة عصرية. الحملة الانتخابية تدرك يومها 17، والمترشحون يكثفون نشاطاتهم لاستمالة الناخبين تحسبا لتشريعية السبت القادم. تتابعون بولاية إليزي وقفة على مدى جاهزية المعبر الحدودي دبداب غدامس تحسبا لإعادة فتحه أمام الحركة التجارية. وفي اليوم العالمي للبيئة، إطلاق أول حاضنة للمقاولة الخضراء بالجزائر تعزيزا لفرص الشباب في التسويق الابتكاري الأخضر. نستهل النشرة بملف التشريعيات، حيث أدركت اليوم الحملة الانتخابية يومها 17 وسط تجمعات شعبية ولقاءات جوارية مكثفة للمترشحين في القوائم الانتخابية الحزبية والحرة لاستمالة الناخبين ودعوتهم إلى المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الهام. نشط اليوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي ندوة صحفية تضمنت تقييما لمجريات الحملة الانتخابية في أسبوعها الثاني، حيث أكد أنه تم تسجيل 6098 نشاطا للأحزاب والقوائم الحرة، كما سجل 400 تجاوز بسبب الملصقات العشوائية وعدم احترام البروتوكول الصحي، وتم توجيه إعذارات ل 287 حالة. تنشيط 2786 يعني نشاط الحملة، منها من كان من قبل الأحزاب السياسية، ومنها من كان من قبل القوائم المستقلة. إذن الرقم الأول اللي أعطيته لكم 2786 فهو يتعلق بأنشطة الأحزاب السياسية، وأما بالنسبة للقوائم المستقلة فعدد الأنشطة يوصل إلى 3309 3809. إذن المجموع بين يعني الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة 6098 نشاط. سجلنا 400 تجاوز، منها يعني ثلاث أصناف أساسية. أولا تسجيل بعض التجاوزات فيما يخص الملصقات العشوائية، يعني ما يلصقوش في الأماكن المخصصة لهم. النوع الثاني عدم احترام البروتوكول الصحي. عدد الإعذارات، نعطيك من عدد الإعذارات 287 في حق المترشحين، سي دي ميزون دومور دي هذهم. تبليغ وكيل الجمهورية في 28 حالة بالنسبة يعني من ضمن 400 تجاوز هذية، كاين توفي منها 787 أدوا إلى توجيه إعذارات، و28 حالة تم إخطار السيد وكيل الجمهورية بها، وسيد وكيل الجمهورية هو الذي يتصرف ويعطي تتبع الملائم.
وفي إطار التحسيس والتوعية بأهمية المساهمة في تغيير البناء من خلال توجه وبقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 12 جوان المقبل، وضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها فواعل المجتمع المدني بالتنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، احتضنت اليوم قاعة ابن خلدون بالعاصمة لقاء تحسيسيا توعويا جهويا حضره رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وكذا فاعلون في المجتمع المدني من عدة ولايات. وخلال اللقاء الذي يأتي استجابة لنداء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويهدف إلى تفعيل دور المجتمع المدني في تعزيز اللحمة الوطنية وتجسيد قيم المواطنة من خلال المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، أشاد شرفي بالخطاب السياسي خلال الحملة الانتخابية داعيا إلى ضرورة المشاركة القوية في الاستحقاق. إن الخطاب السياسي في هذه التشريعيات يعني تطور يعني لم نسجل مثلا ذوك المناوشات الكلامية، لم نسجل ذوك التجاوزات كالاحترام بين المترشحين. هذا الخطاب في حد ذاته مكسب، لابد أن ندعمه. وكيف ندعمه؟ بهذه المبادرة، مثل هذه المبادرة التي يعني قمتم بها كمجتمع مدني لتوعية وتحسيس حول ضرورة المشاركة بقوة في الانتخابات 12 جوان. ما يهمنا قبل كل شيء هو فوز الجزائر وإنجاح الموعد الانتخابي، لأنه هو السبيل الوحيد لنخرج الحق للمنافسة، الحق للمنافسة في المواعيد اللي تأتي بعد، نخرج الحق للمنافسة المنظمة في جو الاطمئنان والثقة المتبادلة بين كل الجزائريين، والثقة الموجودة والتي ينبغي أن توجد بين المنتخبين والناخبين. رئيس السلطة الوطنية المستقلة أكد أن صوت المواطن أمانة، والتوجه إلى الاقتراع هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار وبناء دولة عصرية. الحفاظ على الصوت الذي يبديه المواطن من خلال وضعه ورقة التصويت في الصندوق، وهذه الأمانة هي الوحيدة، الحفاظ عليها هو السبيل الوحيد لبناء الدولة العصرية، هو الحفاظ على اختيار الشعب وعلى اختيار المواطن، سواء كان من خلال اختياره للأشخاص أو اختياره للبرامج. الأمانة هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار ولضمان يعني الهدوء في التعامل مع بعضنا البعض. فواعل المجتمع المدني المشاركة في اللقاء الجهوي أجمعوا على ضرورة الاحتكام إلى الصندوق من أجل تحقيق التغيير المنشود. تشهد الجزائر أجواء ديمقراطية تتنافس فيها النخب والكفاءات بالبرامج والمشاريع لإعطاء الكلمة للشعب لاختيار ممثليه عبر الدوائر الانتخابية لتشكيل المجلس الشعبي الوطني في انتخابات 12 جوان المقبل. وإننا كمجتمع مدني نحيي عالياً الإجراءات التي تعززت بها هذه الانتخابات. الهدف الذي نسبه إليه أننا ركزنا في الأسبوع الأخير، ألا وهو إيصال فكرة المشاركة وبقوة إلى كل فعاليات المجتمع الجزائري، ونخص فيها تحسيس فئة الشباب. نتمنى أنها إن شاء الله تكون هناك مشاركة قوية، وهذا بدون توجيه، أننا الهدف نتاعنا أن تكون هناك جلسات تحسيسية، تكون هناك قوافل، تكون هناك العديد من التواصل مع المواطنين على مستوى الأحياء وكل المدن. القوائم اللي نشوفوها الآن على مستوى الوطني كلها فئة لها 50% من الشباب. شوفوا أنه رئيس الجمهورية فتح وعطى في التعهدات تاعه 54 أنه يتم إعطاء مساحة أكبر للشباب وأيضا للمرأة. أنا أشوف هذه المساحة أعطيت، فحان دور المجتمع المدني للتحسيس والتوعية للمشاركة بقوة في الانتخابات. بصفتي كعضو في المجتمع المدني نقول لزملاء تاعي والمواطنين سيتانكي تدوب، لبسكو يا نوقفوا مع هذا الجزائر باش نبنيوا مسار جديد ليخلي الوطن تاعنا يستدرك الأخطاء ون
ونمشيو ان شاء الله في مسار جديد ليعطي فرصه للكفاءات ويعطي فرصه للشباب الجزائري. يعني بعد التعديلات التي جاء بها قانون الانتخابات واللي اعطت فرصه حقيقيه للشباب لدخول الحياه السياسيه من بابها الواسع وتحقيق طموحات الشباب والدخول المعترك السياسي بكل جدارة واستحقاق. وتميز اليوم الأول من آخر أسبوع في عمر الحملة الانتخابية بنشاط مكثف لممثلي الأحزاب والقوائم الحرة، نستعرضه ملخصا مع زميلة حورية جرجر. إشراك المرأة والشباب في العمل السياسي وصناعة القرار كانت من بين أهم محاور خطاب رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد العروسي الويبات في تجمع شعبي بولاية تيبازا. رئيس الهيئة الرئاسية لحزب طلائع الحريات رضا بن ونان في تجمعين شعبيين في كل من معسكر وغليزان أكد إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية الخادمة هي فرصة لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد. رئيس حزب الفجر الجديد وعلى لسان رئيس الحزب الطاهر بن بعيبش أثنى خلال تنشيطه لتجمعين شعبيين في كل من تسمسلت وتيارت أثنى على دور الشباب في إحداث التغيير، كما أكد على دور المجالس المنتخبة القادمة. جمال بن زيادي رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة وفي تجمعين شعبيين في كل من مسيلة وسطيف أكد أن التغيير يأتي بالمشاركة في الاستحقاقات القادمة. هذا كما دعا رئيس جبهة النضال الوطني عبد الله حداد من مستغانم ضرورة وضع برنامج استعجالي لمواجهة احتياجات المواطن. ومن جهته أكد رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام من ولاية المسيلة أن الانتخابات القادمة محطة هامة لإحداث التغيير. حرية، توافق وتنمية هي شعارات ركزت عليها حركة مجتمع السن من خلال تدخل رئيس الحركة عبد الرزاق مقري في تجمعين شعبيين في كل من معسكر وغليزان. تندوف نشط محمد برقوق عضو المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي تجمعا شعبيا أكد على ضرورة تفعيل المؤسسات المنتخبة. ومن جهة أخرى نشط مفوض عن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ناصي تجمعا شعبيا بعين الدفلة حريصة خلاله على المشاركة في الاستحقاقات القادمة. من أجل حوار سياسي واقتصادي ووضع تصور شامل لمشروع ينخرط فيه الشعب هي رسالة رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بالعيد في تجمعين شعبيين في كل من تلمسان ومستغانم. ومن غليزان أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي أن الحزب دخل الاستحقاقات القادمة للمشاركة في التغيير والاستجابة لمتطلبات الشعب. رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم وفي تجمع شعبي بولاية عين الدفلة ولقاء جواري بالعاصمة أكد أن البرلمان القوي بتمثيله هو المخرج الوحيد لإيجاد الحلول. من بسكرة إلى الواد حركة الإصلاح الوطني وصلت حملتها الانتخابية بتنشيط تجمعين شعبيين، حيث أكد رئيس الحركة فيلال غويني أن المشاركة في الاستحقاق القادم ستفتح آفاقا جديدة لتنمية شاملة. ومن جهة أخرى أكد رئيس حزب الكرامة محمد الداوي في نشاط جواري بولاية قسنطينة أكد ضرورة تجسيد التغيير والبناء مع المشاركة في الاستحقاقات القادمة. هذا كما نشط تجمعا شعبيا بولاية خنشلة. وفي تجمعين شعبيين في كل من قالمة وسوقهراس دعا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري إلى ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية. بولايتي ولاد جلال وبسكرة دعا الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة إلى ضرورة المشاركة في الاستحقاقات القادمة. رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أكد في تجمع شعبي بولاية عنابة أن الديمقراطية التشاركية هي السبيل لتحقيق الديمقراطية. هذا كما نشط تجمعا شعبيا بولاية سكيكدا حيث دعا إلى ضرورة المشاركة. رئيس حزب صوت الشعب لمين عثماني أكد من العاصمة أن حزبه سيكون رقما مهما في المعادلة السياسية بعد الاستحقاقات القادمة. مناطق الجنوب والهضاب العليا من بين انشغالات حركة البناء الوطني، ذلك ما أكد عليه رئيس الحركة بولاية الغواط عبد القادر بن قرينة وفي تجمع شعبي بولاية المدية دعا إلى المشاركة في التصويت على البرلمان القادم.
وفي نشاط جواري بتلمسان كشف رئيس حزب جيل الجديد جلالي سفيان على دور الثقافة في برنامجه وفي الانشغالات التي يطرحها الحزب. رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي وخلال تجمع شعبي بولاية البيض أكد أن حزبه يعمل على تمكين المواطن على انتخاب ممثليه في المجالس المنتخبة. رئيسة تجمع عمل الجزائر فاطمة زهراء زرواطي دعت من بسكرة في تجمع شعبي للمشاركة في المحطة القادمة، هذا كما نشطت نشاطا جواريا. ومن بسكرة دعا رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بالهادي إلى توحيد الصفوف لمساهمة في بناء جزائر قوية ومتماسكة. كما شهدت عدة مناطق في جنوب فرنسا لقاءات جوارية مع أبناء الجالية. وهذا الآن شرح لطريقة الانتخابية المعتمدة في القانون العضوي للانتخابات والتي من شأنها تعزيز الممارسة الديمقراطية مع زميل رامي عمر. الاقتراع بالقائمة المفتوحة مصطلح جديد العهد في الجزائر، نمط تخوض البلاد تجربته لأول مرة من خلال هذه الانتخابات التشريعية. جاء اعتماده في المادة 191 من القانون العضوي للانتخابات والتي تنص كالآتي: ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج. الفرق هنا مقارنة بالنظام الانتخابي السابق يكمن في أنه يتيح للمنتخب الاختيار حينما يكون داخل المعزل قائمة واحدة من بين القوائم وترتيب المترشحين حسب من يراه الأولى فالثاني والثالث وهكذا في حدود المقاعد النيابية التي تتوفر عليها الدائرة الانتخابية عوض اختيار قائمة تكون مرتبة من الأساس. هذا النمط من شأنه تكريس اختيار الناخب وإيصاد الباب أمام ممارسات شابت صفاء القوائم سابقا وأفضى إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية وشجع على مشاركة قياسية في الحملة الانتخابية بلغت 22,867 مترشحا متوزعين على 2,288 قائمة بين حزبية وحرة عبر الوطن وفي الدوائر الانتخابية للجالية الجزائرية بالخارج يقفون على مسافة واحدة من قرار الناخب بما يتيح كذلك فرصة للكفاءات الشابة وتمثيلا نيابيا بالبرلمان لكافة شرائح المجتمع خصوصا وأن الفقرة الثالثة من المادة 191 من القانون العضوي للانتخابات تنص صراحة على أنه يتعين على القوائم المتقدمة للانتخابات مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال وأن تخصص على الأقل نصف الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة ويكون ثلث مترشحي القوائم ذو مستوى جامعي ليكون هذا النظام نصيب من اسمه إذ أن الفرصة من خلاله صارت مفتوحة أمام المترشحين المنتخبين لتحقيق التغيير المنشود. ولأن الجميع معني بالتمثيل النوعي في المجلس الشعبي الوطني يتطلع المستثمرون إلى إسماع صوتهم للمعنيين وهو حال عائلة عماري بتيزي وزو التي تأمل في تسهيلة أكثر للمساهمة في تحقيق الاكتفاء المحلي في المجال الفلاحي. المزيد في روبرتاج الأخضر كهوان. عائلة عماري بمنطقة أحسنون اتخذت من مهنة تربية الماعز وتحويل حليبها إلى أجبان طازجة ونموذج استثماري ناجح 100%. درت لا فورماسيون ديالي، شرينا المعيز، شينا زوج ثلاثة، بدينا بشوية ومن بعد كبرنا، ومن بعد الحليب كان يقعد لنا، كان فايض في الحليب. راجلي تالمون خدم في الكومونبير، جات له فكرة باش نديروا الكومونبير. مشكل غلاء الأعلاف وتسويق منتوجها المحلي في السوق الوطنية من أهم العراقيل التي تواجه هذا المشروع العائلي. أنا حابين هنايا الجزائر الجديدة، أنا حابين يعاونونا يديروا لنا الأخر التاويل في الأخر في المدينة باش نبيع الحليب ديالي والفرماج ديالي. مزيان فرجك إن شاء الله. نبغى دعمني في اللحن ديالي في اللحن ماشي سوانيك كيسك البروبليم اينو سي ار دو بوين دو فون دون فاصون زنزع البرودوي اينو هو كونسوماتور الكونسوماتور الزمرافي غني كاين عند البريمانيو. فكما يقال وراء كل رجل عظيم امراه، فالسيده وهبه وزوجها مثل للتحدي والطموح الكبير في مواصله العمل لضمان مستقبل واعد.
هذا راهو في ربع ايام. موعد انتخابي هام، اذا يتطلع من خلاله المواطنون الى مؤسسه تشريعيه قويه. أكيد كشاب من شباب نتمنى من هذا الشعب أنه يروح يفوتي، يروح يتوجه للمكتب نعم للتصويت، لأنها فرصة للتغيير. إحنا رانا مع الانتخابات وإن شاء الله الدوزج ونكونوا واجدين ورانا حابين التغيير. احنا كطالبان نبعثهم كاع نقول لهم روحوا يفوتوا، كل واحد عنده حق ولازم يديروا، وكاع نحوسوا على الجزائر الجديده. منهم كامل الشعب يكون هادو اللي يفوتوا اللي يترشح ان شاء الله يكون عند حسن الظن للشعب الجزائري. ان شاء الله يكون مترشح واحد مترشح يلبي طلبات الشعب الجزائري ويكون ان شاء الله في حسن ظنهم، ونتمنى الخير ان شاء الله. اذا بغينا تغيير باينه باللي عندنا فرصه تاع تغيير، عندنا فرصه باه نبدلو، عندنا فرصه باه ننمو رواحنا، باه نديفلوبو رواحنا، باه نطلعو رواحنا، باه نحلو المشاكل. المهم كيما يقولوا يخرجوا اشخاص يمثلوا الشعب، اللي يكونوا كيما يقولوا يوصلوا الراي تاع الشعب للسلطه. رانا نتبعوا ونعرفوا الاحزاب، نعرفوا القوائم الحره، وسنؤدي الواجب الانتخابي نتاعنا يوم 12 جوان. نتمنوا باش تكون الانتخابات في الاطار الايجابي، فهمت؟ والفئه اللي راح تمثل البرلمان تكون عندها حسن حظ للشعب. صدقت اليوم الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الفساد على الإعلان السياسي الذي يتضمن عدة محاور، من بينها الربط بين الفساد وتأثيره السلبي على التنمية المستدامة والاستقرار السياسي والاجتماعي للدول. وكان وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي قد أكد في مداخلة له خلال الدورة أن الجزائر تولي أهمية لمكافحة كافة أشكال الفساد، وهي تسعى باستمرار لتعزيز فعالية منظومتها الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وفي هذا المسعى تم استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020. كما يجري الإعداد للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بإشراك كافة الأطراف المعنية. تشجيعا لفرص الاستثمار، وقف بولاية ليزي وفد تابع لكونفدرالية المنتجين الصناعيين الجزائريين، وقفوا على مدى جاهزية المعبر الحدودي الدبداب غدامس استعدادا لإعادة فتحه أمام الحركة التجارية. المزيد في مراسلة إبراهيم بالخير. تجسيدا لتوصيات المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي واستعدادا لفتح المعبر الحدودي الدبداب، حله بولاية إليزي وفد لكونفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين للوقوف عن قرب على ما تتوفر عليه إليزي من فرص للاستثمار ومدى جاهزية المعبر لاستقبال التجار والمصدرين. الصناعات راهي كثيرة في الشمال وبزاف راهي مغلوقة، نحولوهم نكلونيوهم نحطوهم في الجنوب ونرافقوهم، وباش يكونوا هاد الشحن تاع البضائع تاعنا زيادة عادية اخترنا باش تكون معنا البنك الخارجية الجزائرية تكون معنا مرافقة للمنتجين، مرافقة ليزوبيراسيون اكسبورتاسيون، وهذا الشيء راح يكون حاجة اللي راح تربط لا كونفيونس. احنا لازم نعاودوا نسترجعوا الثقة للصناعيين والشعب الجزائري. من ناحية الاستثمار اللي يجيب مستثمر يريح معاه زوج دقائق نعطوه الوثائق، واكثر من ذلك كاينه منطقه نشاطات رانا طلبناها في الدبداب ونديروا ان زون فرانش. دونك هذا الشيء الكل يعطي حركيه وديناميكيه جديده حقيقيه بفكر جديد وذهنيه جديده تاع الاقتصاد. ما تتوفر عليه المقاطعة الإدارية الدبداب من بنى تحتية بين شبكة للطرقات الكهرباء والغاز وشبكة للألياف البصرية حفز الكثير من المؤسسات الاقتصادية لإطلاق مشاريع استثمارية بهذه المنطقة الحدودية. مجمع لوجي ترانس ان شاء الله حيفتح المعبر عن قريب ان شاء الله. البنية التحتية في جيدة مما يسهل الولوج للبلد الجار بكل سهولة. شبكة طرقات جيدة
وثاني هناك ألياف بصرية لا فيبر أوبتيك اللي توجد حتى النقطة الكيلومترية الصفر، وهذا مما يسهل العمل على البعد. وتجسيدا لمبدأ التضامن بين الشعبين الجزائري والليبي، استقبل المعبر الحدودي الدبداب في الأشهر الأخيرة قوافل للمساعدات الإنسانية تحمل أطنانا من المواد الغذائية والصيدلانية للأشقاء بمدينة غدامس. في موضوع آخر، تحيي الجزائر اليوم على غرار دول العالم اليوم العالمي للبيئة تحت شعار استعادة الجيل، استعادة الابتكار من أجل الطبيعة، وهذا بنشاطات توعوية وتحسيسية هادفة. ويتزامن اليوم العالمي للبيئة مع انطلاق فعالية الطبعة الثامنة لتظاهرة موانئ وسدود زرقاء، والتي حملت هذه السنة شعار الحفاظ على البيئة من أجل ديمومة الثروة السمكية. الطبعة الثامنة لعملية أو تظاهرة بما يسمى موانئ وسدود زرقاء التي تنظم في 14 ولاية ساحلية وكذلك 7 ولايات داخلية، تهدف أساسا كما قلنا إلى الحفاظ على البيئة. وسنا يعني كانت تزامنت مع اليوم العالمي للبيئة اللي هو 5 جوان من كل سنة، وحنا يعني هدفنا الأساسي راح يكون تدخلنا مباشرة في كل ما له علاقة بالبحر، حيث في عديد القطاعات المشاركة معنا، بداية من الجمعيات المهنية إلى نوادي الغوص إلى القطاعات مثل البيئة، الحماية المدنية، حراس السواحل، مؤسسة تسير الموانئ، الغرفة غيره، كلها كما قلت فيه برنامج ثري يمتد على الموانئ الأربعة للولاية، تامن فوست، رئيس حميدو، الجميلة، وميناء الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى شواطئ الرسو كما كوكو بلاج، باتو كاسي وغيرها، في عديد الأنشطة من أجل التحسيس أولا المهنيين بضرورة الحفاظ على البيئة البحرية. وبالمناسبة تم إطلاق أول حاضنة للمقاولة الخضراء خلال ملتقى وطني حول دور الشباب تحت شعار رواد الأعمال الخضراء في التنمية المستدامة، يهدف إلى تعزيز فرص الشباب في التسويق والابتكار الأخضر كآلية لتحقيق استدامة المؤسسات الناشئة. اليوم يعني ايضا جات الفرصه باش تكون يعني عن طريق يعني خبراء اللي راح يقدموا للشباب يعني ما هي الفرص اللي ممكن يعني الشباب يشتغلوا فيها كمقاولاتية خضراء تحترم البيئة تراعي التنمية المستدامة، حتى يمكن للشباب يعني أن ينشأوا ويخلقوا مؤسسات في هذا المجال. كان شباب كثير يعني اللي استفادوا يعني في هذا المجال وأسسوا مؤسسات، خاصة منذ أن التلقوا يعني دورات تكوينية من عندنا في مجال إعادة رسكلة النفايات. وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة، دائما نظم بولاية أدرار معرض للصور ونشاطات توعوية هادفة لفائدة الأطفال ترسيخا لثقافة البيئية وحماية للوسط الإيكولوجي، تقول فاطمة زهرة بفرجلة. في جو من التنافس تبدع هذه البراءة في التعبير عن أساليب الحفاظ على البيئة، فيما يفضل البعض الآخر استعمال حبات الرمل في تشكيل اللوحات وتزيين القطع الفنية. الطفل هذا لما نحضره المدرسة نحضره كذلك الوسط البيئي اللي يعيش فيه، الوسط البيئي اللي يعيش فيه يعني مثلا يحافظ على نظافة المكان، يحافظ على نظافة على تنظيم أغراضه، يحافظ مثلا على المزروعات والأشجار اللي برا، يحاول كيفاش يغرسها، كيفاش يعتني بها، كيفاش يسقيها. نرسم على البيئة. على الشجرة لازم نغرسوا الأشجار، ما نلوتوش الحي. تشجيع ثقافة الحفاظ على البيئة لدى الصغار هو سلوك حضري لحماية المحيط الإيكولوجي بالوسط الصحراوي. في تطورات الوضعية الوبائية، سجلت 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 228 مريضا للشفاء، وهذا حسب بيان وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. في ملف الصحرائية الغربية، جددت الحكومة الألمانية موقفها الداعم لتطبيق الشرعية الدولية في تسوية النزاع في الصحراء، محذرة المغرب من تداعيات تطور الأزمة بينهما على التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأبرزت الحكومة الألمانية أنه بعد انهيار وقف إطلاق النار في نوفمبر من العام الماضي، ظهر مدى خطورة اندلاعية التصعيد المسلح في الصحراء الغربية، مجددة التأكيد على ضرورة استئناف المفاوضات
الوسط بين المغرب وجبهة البوليزاريو تحت رعاية الأمم المتحدة والإسراع في تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء الغربية. وبخصوص الأزمة التي افتعلتها المغرب مؤخرا، أفادت الحكومة الألمانية أنه لا يوجد سبب لإعاقة العلاقات الدبلوماسية، وأن برلين طلبت من الحكومة المغربية مؤخرا تفسيرا حول استدعاء سفيرته للتشاور في الرباط السادس مايو الفارط، مشيرة أن الرباط لم تقدم توضيحات لحد الساعة. أعلنت بوركينا فاسو حدادا وطنية لمدة 3 أيام بعد مقتل نحو 100 مدني جراء اعتداء شنه مسلحون في وقت متأخر ليلة أمس على قرية بمحافظة ياج الحدودية مع النيجر شمالي البلاد. ووصفت الحكومة المهاجمين بالإرهابيين، لما أسفر عنه الاعتداء أيضا من حرق منازل وسوق بالمنطقة. ويعد هذا الهجوم أكثر اعتداء شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة. بهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام موعد الخامسة الإخباري، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيه. فواعل المجتمع المدني تدعو إلى تجسيد وتعزيز قيم المواطنة الفاعلة بالمشاركة القوية في التشريعات. وشرفي يؤكد أن الاقتراح هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار وبناء دولة عصرية. الحملة الانتخابية تدرك يومها 17، والمترشحون يكثفون نشاطاتهم لاستمالة الناخبين تحسبا لتشريعيات السبت القادم. وبولاية إليزي وقفنا على مدى جاهزية المعبر الحدودي الدبداب غدامس تحسبا لإعادة فتحه أمام الحركة التجارية. وتابعنا في اليوم العالمي للبيئة إطلاق أول حاضنة للمقاولة الخضراء بالجزائر تعزيزا لفرص الشباب في التسويق الابتكاري الأخضر. نشاطنا تمت مشاهدينا، السلام عليكم.